استاذ محمد علي نحولي. حضرتك مهندس زراعي اكثر من 30 سنه بالقطاع الزراعي وخاصه بموضوع الحمضيات. استاذ محمد عنده اكثر من 2000 دنم حمضيات وعنده حوالي 1000 دنم موز وحوالي 300-400 دنم من الافوكا. نحن حابين ناخذ فكره عن الميلبينوك، تستعمل الميلبينوك على جربه الحامض، وحابين يضوي بس على الايجابيات وعلى النتيجه اللي اخذها من هذا الدواء. نحن بالزراعه من زمان وخاصه بالحمضيات، يعني هالقطاع كان الوالد ونحن كملنا المسيرة ودرسنا اجريكلتشر طول اكثر من 30 سنة. صحيح. واللي على الدواء اللي عم تحكي عنه يا محمد، الميلبينوك برشي وحدة عم تكون تضاف. انا عندي الحامض اجمالا بتجي جربي قوي، صحيح. البومالي بتجي اقوى بكثير، حساس اكثر. عندنا بستين كيلو بومالي ومهمة جدا تحبيها من الجربي. اليوم اهم شيء جودة البضاعة، صحيح. ونحن معروف اسمنا انه البضاعة اللي عندنا مميزة. تفاجأت بالنتيجة تاعته وكنت فكر انه بدي اعمل برشتين بالسنة، بس كانت برشة وحدة واستفدنا 100%. يعني انت استعملته على الجربة وكان في عندك اصابة واخذت نتيجة، يعني مش انه والله نحن رشيته وقائيا. اهم شيء لما يكون في جربة مضبوطة ما بقبل استعمل الا ميلبينوك. انت بتعرف هذا منتج طبيعي، يعني هذا ناتج عن التخمير. هو صديق للبيئة، يعني هو كتير سلس على الأعداء الطبيعية الموجودين. هذا قد يستعمل، نحن مش عم نقول يستعمل، قد يستعمل بالزراعات العضوية لأنه منتج طبيعي. تعرف أنا كتير لاحظت أنه يعني ما عم بيكون في إشياء سلبية لما نستعمل هالدواء. وحتى عنده فعالية على بعض الحشرات غير الحيوان الأكروز، يعني ممكن على الدود الخياطة، على المن، على البرغش الأبيض. بتصور لقدام ممكن تلاحظوا إذا بتراب أنت برشيتك، إذا بتحط الميلبينوك لحاله كمان بفيدك على حشرات تانية غير موضوع جربي. تعرف ولا لاحظت على الأكروز؟ يعني صراحة أنه لما رشيتها لابد أنه في شوية أكروز، كان كمان ما حطيت أدوية للأكروز بس كانت استفدنا عليها أكروز وجرب، صحيح. هذه كتير منيح، وأنا يعني متوقع منه إنه يكون للأكروز، لأنه دائما إجمالا غالبا أدوية الجرب عم تكون بتأثر شوي على الأكروز، صحيح. فكتير كان هالدواء كويس، وخاصة للي بده يستعمل شيء للجرب كمان أنا بنصحه ما إله إلا عمل بنور. يعني هذه نحن مثل كمان added value انه للمبيد، انه عم ترشه انت مره واحده بالموسم، ما بترك لك ترسبات، او اذا كان ترسبات بيكون خفيفه جدا، بتساعدك كمان اذا بدك انت تصدر لبرا ومشان التصدير، بيكون هذه شغله ايجابيه، ما في عندك رواسب للمبيد بقلب الحب. صحيح، مميز. نحن نتشكر وقتك ونتشكر المعلومات اللي اخذناها منك، ونتمنى لك التوفيق والنجاح والاستمراريه ان شاء الله. باسمي واسم التعميد الزراعي كمان بنتشكركم على حضوركم وعلى وقتكم. شكرا لك. شركة المواد الزراعية، الاسم عنوان شركة المواد الزراعية، مصداقية، ثقة وأمان. شركة المواد الزراعية، مقداد لبنان.